السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. يا كرم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمين الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك إيماننا وديننا وأنفسنا وأولادنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عني وزعني وزيبني وصير في الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم دمنا بالعافية والسلامة وقتنا بالتقوى والاستقامة وإذا من مجيبتنا دم في الحلم وإذا لك سمي دعاه وفينا ذنوبنا وخطايانا يا أرحم الراحمين. اللهم بارئنا في هذا البرائن. اللهم بارئنا فيه. اللهم بارئنا فيه. اللهم بارئنا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم بارك صاحب هذا الطعام ورزقه وأهله من الحلال من الحرام تمتهم وتقبضهم واجعله إيانا من المؤمنين والمسلمين والصالحين والقانتين المتقين في حياتنا في الدنيا وآخره يا رب العالمين. اللهم بارك في مرزقنا وقنا عذاب النار. بسم الله على بركة الله من سيدنا رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء العليم. ربنا تقبل منا دعانا وطعامنا وشرابنا وبراءنا وعيدنا وشوالنا وعمل في هذا اليوم المبارك من شر شوال المبارك انك السميع العلي وتعالنا يا مولانا انك التواب الرحيم. دعونا فيها سبحانك اللهم تاتنا فيها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.